الجنيد والحكومة بدعة باطلة لا لفاسق سفاح إرهابي. تعد واحدة من أهم المسائل الابتلائية وأخطرها، كثرت الأسئلة حولها وعن شروطها، فتارة تطرح وتناقش ككبرى على مستوى النظرية وكعنوان تشريعي مرتبط بمنهج النبي وأهل بيته عليه وآله الصلاة والسلام في العلم والتقوى والوسطية والأخلاق، وهي بذلك تتنافى مع ولاية السلطة والحكم والطاغوتية، وتارة أخرى تطرح كصغرى على مستوى التطبيق في مدى صحة انطباق شروطها على المتصدي. ومن شروطها الأعلمية والضبط والاتزان والعدالة، والحديث عن ولاية الفقيه وعلاقتها ببسط اليد ورفع راية وإقامة دولة وحكومة باسم الإسلام، والادعاء بأن هذه الحكومة والدولة من مقدمات الظهور المقدس المنتظر للمهدي المخلص عليه السلام. ومقام الكلام لا علاقة له باختيارات الإنسان للأقوال والأفعال والمواقف، أولاً التي يتخذها لاعتبارات أخلاقية أو اجتماعية أو وطنية أو قومية أو قبلية أو مهنية أو نحوها، ثانياً والتي يتخذها امتثالاً للإرشادات والأوامر الشرعية في النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن المتصدي للولاية الطاغية خامنئي فهو جاهل وليس بفقيه، كما اعترف وأقر هو بنفسه، وكذا شهد عليه رفيقه رفسنجاني وأعضاء مجلس الخبراء، وكما جاء في الفيديو المسرب لجلسة خبراء سقيفة العجم التآمرية. فكيف تنعقد ولاية الفقيه للجاهل غير الفقيه؟ طاغوت إيران قد اعتمد في تثبيت سلطانه وحمل رايته على أفسد الفاسدين وأجرم المجرمين، زعماء العصابات، الميليشيات، المافيات، قوى التكفير الذين هتكوا الأعراض وانتهكوا المحرمات وهجروا الشعوب وسرقوا الثروات والممتلكات وهدموا الدور والمدن في العراق وباقي الأوطان. ولا خلاف بين العقلاء أو الضمائر اليقظة على فساد الزعماء أذناب السفاح خامنئي. فهل يعقل أن دولة المخلص المولود العادلة تقام وتقاد تحت رايات ضالة مضلة وأذناب جهلة وحركات منحرفة متعطشة لسفك الدماء؟ وهل هذه هي أوصاف وأخلاقيات المنتظرين للمهدي عليه السلام وخواصه وناصريه والحاملين لرايته؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: شيعتنا أهل الورع والاجتهاد، وأهل الوفاء والأمانة، وأهل الزهد والعبادة، أصحاب 51 ركعة في اليوم والليلة، القائمون بالليل، الصائمون بالنهار، يزكون أموالهم ويحجون البيت ويجتنبون كل محرم. صفات الشيعة، الحديث الجزء الأول للشيخ الصدوق. مستدرك سفينة البحار، الجزء السادس للنمازي. ميزان الحكمة، الجزء الثاني للريشهري. البحار، الجزء 68. بهذه التساؤلات وتفريعاتها غرد المرجع الصرخي عبر منصة تويتر في بحثه الجديد: ولاية الطاغوت خ-ميم-نون الأذربيجاني دلالات وعلامات، وضمن عنوان: بسط اليد والحكومة بدعة باطلة لا لفاسق سفاح إرهابي. أكد خلاله أيضا: أولا، إن رفع راية وإقامة حكومة باسم الإسلام تتعارض مع سيرة المعصوم وما جاء عن جدهم الأمين عليهم الصلاة والتسليم، كما أنها تتعارض كليا مع المعاني الواضحة المتواترة المستفادة من الروايات الواردة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم. ثانيا، بعد استثناء النادر الأنذر ممن بسطت له اليد، فإن بسط اليد لم يكن متيسرا للأنبياء والأئمة عليهم السلام، فهل انتفت أو تنتفي الإمامة عنهم؟ وهل تنتفي عنهم الولاية؟ مع العلم أن ولاية الفقيه المطلقة أو المقيدة فرع ولاية الإمام عليه السلام. ثالثا، يثبت أكيدا بطلان دعوى كون الولاية المزعومة مقدمة وشرطا من شروط الظهور المولود للمنقذ المهدي عليه السلام،
ولو تنزلنا وافترضنا تمامية الكبرى فإننا لا نحتاج لمؤونة كي نثبت يقينا بطلان الصورة. فولي الجهلة والسفهاء والإرهابيين يستحيل أن يكون من تطبيقات ومصادق كبرى ولاية الفقيه المزعومة. رابعاً، بالضرورة قد ثبت إجرام وإرهاب وإفساد خاميمون، فهو ساقط العدالة قطعاً ومعدوم العدالة كلياً. فكيف تنعقد ولاية الفقيه لفاسق قاتل سفاح سادي؟ قال في العهد القديم: أيها الكهنة، قال رب الجنود، فإني أرسل عليكم اللعن، أما أنتم فحدتم عن الطريق وأعثرتم كثيرين بالشريعة، فأنا أيضا صيرتكم محتقرين ودنيئين عند كل الشعب، كما أنكم لم تحفظوا طرقي بل حابيتم في الشريعة. سفر ملاخي، الإصحاح الجزء الثاني. خامسا، إن شبهة بسط اليد والمكر بها بدعة باطلة وليست جديدة، فقد تم استخدامها على طول التاريخ الإسلامي منذ صدر الإسلام وعصر أئمة أهل البيت عليهم السلام، حيث كان التشكيك منصبا على عنوان الإمامة وولاية الأمر، وقد تنبأ بذلك وشرع له رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، حيث قال: الحسن والحسين إمامان إن قاما أو قعدا. الإرشاد للمفيد. البحار، الجزء الرابع والأربعون. علل الشرائع، الجزء الأول للصدوق. دعائم الإسلام، الجزء الأول للقاضي المغربي. كفاية الأثر للخزاز. لمزيد من التفصيل يمكنكم متابعة تغريدات المرجع عبر حسابه الشخصي بتويتر والفيسبوك والإنستغرام.